السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة ان شاء الله هنكمل شرح الماس جورنال او كراس الماس برايمري 1، الصف الاول الابتدائي الترم الثاني. وكنا انهينا المرة اللي فاتت شرح lesson 75 او الدرس رقم 75، والنهاردة ان شاء الله هنشرح من lesson 76 او من الدرس رقم 76. وطبعا زي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. وكنا انهينا المرة اللي فاتت شرح page 163 او صفحة 163، وكان ده نهاية lesson 75 او الدرس رقم 75. و lesson 76 او الدرس رقم 76 مش موجود في الماس جورنال او في كراس الرياضيات، لان هو موجود في الماس اكتيفيتي او انشطة الرياضيات اللي المفروض بنقوم بيها في الكلاس روم او في حجرة الفصل مع التيتشر بتاعنا. وليسون 76 و 77 بيتكلموا عن حاجة اسمها comparing two numbers. comparing two numbers يعني مقارنة رقمين، comparing يعني مقارنة two numbers رقمين. وطبعا احنا هنا بنعمل مقارنة بين رقمين، بنشوف طبعا الرقم الاكبر فيهم والرقم الاصغر فيهم، ولو الرقمين قد بعض بنقول عليهم يساوي. الكلام ده in English يعني ايه؟ الاكبر من يعني greater than، greater than يعني اكبر من. طب والاصغر من يعني less than. والبيساوي لو هما بيساوي بعض هما الاثنين بنقول عليهم equal to، equal to يعني مساوي إلى. والصورة دي أصحابي بتوضح لنا greater than أو أكبر من. وزي ما احنا شايفين الفتحة أو العلامة اللي فيها السنان اللي هي على شكل بق السمكة بتاعت العلامة أو السيمبل الخاصة بgreater than أو أكبر من بتبقى مفتوحة ناحية الرقم الأكبر، يعني المكان ده بيبقى متوجه ناحية الرقم الأكبر فبنقول عليه greater than أو أكبر من، والناحية التانية بيبقى الرقم الأصغر. طب لو احنا عايزين نقول أصغر من بنخلي الفتحة وشها الناحية التانية بتبقى بالشكل المعكوس ده، بنقول عليها is less than أو smaller than. وده طبعا بيبقى المكان ده أو فتحة السيمبل دي أو العلامة دي متوجه ناحية الرقم الأصغر، والناحية التانية بيبقى الرقم الأكبر. طب لو رقمين بيساوي بعض بنقول عليها is equal to، equal to يعني مساوي لي. والصورة دي برضو بتوضح لنا أصحابي العلاقة بين رقمين أو المقارنة بين رقمين عن طريق greater than أو أكبر من، و equal to يعني مساوي إلى، و less than يعني أصغر من. طبعا ال 8 هنا أكبر من 3، فهنلاقي بق السمكة أو الفتحة بتاعت العلامة بتاعت greater than متوجه ناحيتها، فال 8 هنا موجودة الناحية دي وال 3 هنا موجودة الناحية دي. لما بنيجي نقرأ الكلام المكتوب ده بنقول عليه 8 is greater than 3. طب هنا equal to، طبعا هنا في 5 وهنا كمان في 5 فبنقول 5 is equal to 5. طب less than او اصغر من، طبعا هنا بيبقى العلامة معكوسة فبيبقى الناحية دي الرقم الاصغر والناحية التانية الرقم الاكبر، فبنقول هنا ايه 2 is less than 7، 2 اصغر من 7. ودي صورة اخيرة بتوضح لنا بسهولة جدا العلاقة بين رقمين ازاي بنعملها عن طريق استخدام العلامة بتاعت اكبر من واصغر من او greater than و less than. زي ما قلتلكو الفتحة بتاعت العلامة او السيمبل دايما بتبقى مفتوحة ناحية الرقم الاكبر، يعني انا لو وجهتها ناحية دي ناحية البيتزا هتلاقي هي مفتوحة ناحية البيتزا الكبيرة،
وبالتالي الجنب المقفول من السامبل هو ناحية الرقم الصغير أو قطعة البيتزا الصغيرة. طب الناحية دي هو ناحية الأبل الكبيرة أو التفاحة الكبيرة، لأن هي دايما الفتحة بتاعة السامبل دي بتوجه ناحية الرقم الأكبر، والناحية التانية دايما بيبقى موجود فيها الرقم الأصغر. احنا بكده عرفنا الفرق بين greater than و smaller than أو less than و equal to. تعالوا ناخد أمثلة على العلاقة بين رقمين علشان نثبت المعلومة مع بعض، خليكوا معايا. وأول مثال معانا هو مثال صغنن جدا، بيقول لنا هنا يا أصحابي circle، ضع دائرة حول the numbers الأرقام that are greater than 60 اللي هي رقم 60. فإحنا هنا عايزين نشوف الأرقام اللي هي أكبر من رقم 60 أو 60 ونعمل حواليها circle. طب تعالوا نشوف الأرقام الموجودة عندنا. أول حاجة رقم 15 أو 15، أي رقم أو أي عدد بيتكون من 2 digits أو من رقمين بيبقى فيهم digit موجود في خانة ال ones أو الأحاد، والرقم تاني بيبقى موجود في خانة ال tens أو العشرات. هنا عندنا 60 العشرات فيها 6 والأحاد أو ال ones فيها 0، فطبعا عشان خاطر يبقى الرقم أكبر منها لازم يبقى العشرات اللي هي الخانة كبيرة فيها رقم أكبر من السكس، لأن الونس أو الأحاد مش هيأثر بشكل كبير. فلازم نركز مع بعض على خانة التنز أو العشرات موجود فيها رقم كام. لو هو أكبر من السكس يبقى هو الرقم ده أكبر من السكستي أو الرقم اللي عندنا أو الستين اللي موجود عندنا. طب لو فيها رقم أقل من السكس أو الست عشرات دول هيبقى طبعا هو أصغر من الرقم الموجود عندنا، وبالتالي مش هنعمل حواليه سيركل. طب تعالوا نشوف كده أول رقم، هنا هنلاقيه 15. 15 بيتكون من ايه يا أصحابي؟ من ال 5 ودي موجودة في ال ones أو في الأحاد، و 1 موجودة في ال tens أو العشرات. طب هل يا ترى 15 دي أكبر من ال 60 أو ال 60 اللي موجودة فوق ولا أصغر منها ولا بتساويها؟ تعالوا كده نشوف احنا قلنا هنعرف ازاي الرقم ده أكبر من رقم التاني ولا لأ. شاطرين ان احنا نشوف ال tens أو العشرات موجود فيها كام. هنا ال tens موجود فيها 1 وهنا ال tens موجود فيها 6، فبالتالي دي أكبر منها ولا أصغر منها ولا بتساويها؟ شاطرين دي أصغر منها، لأن هنا 1 أصغر من 6 طبعا، فمش هنعمل حوالين ال 15 دي سيركل لأنها أصغر من ال 60 أو ال 60 اللي عندنا. طب تعالوا نشوف الرقم اللي بعد كده، عندنا 83 أو رقم 83، في هنا 3 في ال ones و 8 في ال tens. هل يا ترى الرقم ده أكبر من ال 60 ولا أصغر منها؟ شاطرين هي أكبر من ال 60 لأن هنا ال 10 فيها 8 لكن ال 10 هنا فيها 6، فبالتالي الرقم ده أكبر من رقم 60 اللي هو الرقم اللي عندنا اللي احنا بنقارن بيه الأرقام التانية. فهنعمل هنا حوالين ال 83 circle لأنها أكبر من ال 60 اللي عندنا. طب هنا في 94 أو 94، في 4 في ال ones وفي 9 في ال tens. الرقم ده أكبر من ولا أصغر من ال 60 اللي عندنا؟ شاطرين هو أكبر منه لأن هنا ال tens فيها 9 لكن هنا ال tens فيها 6، فهنعمل circle حوالين الرقم ده كمان. طب عندنا هنا 55، هنا في 5 في ال ones و 5 كمان في ال tens. طب الرقم ده أكبر من ولا أصغر من ال 60 أو ال 60 اللي عندنا؟ شاطرين احنا بنقارن بين ال tens دايما لأن هي اللي بتتحكم في حجم الرقم، هي الخانة الكبيرة. هنا ال tens موجود فيها 5 وهنا ال tens موجود فيها 6،
فطبعا الفايف اصغر من السكس فده اصغر منه، فمش هنعمل حواليه سيركل ولا حاجة. طب عندنا هنا 62 62، عندنا هنا في 2 في ال 1 و 6 في ال 10. طب هنا الرقم ده اكبر من ولا اصغر من ال 60 اللي عندنا اصحابي؟ تعالوا نشوف ال 10 هنا، هنا ال 10 فيها 6 وهنا ال 10 فيها 6. الله، ده دول قد بعض ودول متساويين. طب احنا نعرف ازاي دلوقتي اكبر منه ولا اصغر منه ولا بيساويه؟ خلاص، طالما ال 10 بقت قد بعضها، تعالوا نلجأ للخانة اللي بعد كده الأصغر، اللي هي ايه؟ خانة الوانس. هنا خانة الوانس فيها 0، لكن هنا خانة الوانس فيها 2. طبعا ال 2 أكبر من ال 0، فبالتالي ال number ده أو الرقم ده أكبر من ال number ده أو الرقم ده، فبالتالي ال number ده هو الأكبر، فهنعمل حواليه circle، وبكده احنا قدرنا نعرف الرقم الأكبر فيهم. وآخر رقم معانا هو رقم 70 أو 70، وهنا ال ones فيها 0 وال tens فيها 7. طب الرقم ده أكبر من ولا أصغر من ال 60 اللي عندنا؟ شاطرين، هي أكبر منه، لأن هنا ال tens فيها 7 وهنا ال tens فيها 6 بس، فبالتالي الرقم ده أكبر من ال 60، فهنعمل حواليها circle لأنها أكبر منه. كده نكون شرحنا lesson 76 أو الدرس رقم 76، وعرفنا الهدف منه إن احنا نقارن بين رقمين، طبعا بيبقى فيهم رقم أكبر من ورقم تاني أصغر من، ولو رقمين قد بعض بنقول عليهم يساوي. أكبر من يعني greater than، greater than يعني أكبر من، وأصغر من يعني less than، less than، less than يعني أصغر من، ولو هما الاتنين قد بعض بنقول equal to مساوي لي، equal to يعني مساوي لي. وتعالوا نتنقل لـ lesson 77 أو الدرس رقم 77، وده موجود في الماس جورنال بتاعنا، تعالوا نروح له ونحله مع بعض، ونوصل لـ page 164 أو صفحة 64 في الماس جورنال بتاعنا، وفيها lesson 77 أو الدرس رقم 77، وهو مقسوم لـ 2 parts أو لجزئين. هنا الـ part 1 أو الجزء الأولاني، فبيقول لنا هنا أصحابي write the number called out، اكتب الرقم اللي بيسميه أو المسمى by the teacher، عن طريق المعلم بتاعك. المعلم بتاعك هيقول لك الرقم او مجموعة ارقام، فانت هتكتبها وراه. بعد كده يقول لك then، ثم بعد ذلك copy، copy يعني انسخ the teacher's example، teacher's example اللي هو المثال الخاص بالteacher. continue، continue يعني اكمل، as you play the game، as you play the game كأنك بتلعب اللعبة. فالمفروض طبعا المعلم بتاعك هيقعد يقولك مجموعة أرقام، كل رقم فيهم متكون من 2 digits أو من رقمين، فإحنا هنكتب الأرقام دي وراه، مثلا 10 11 12 13 14 15 16 وهكذا. وكأننا بنلعب لعبة مع بعض، أو we are playing a game، أو كأننا بنلعب لعبة مع بعض، فاحنا هنا نكتب الارقام دي اللي المعلم بتاعك بيقولها لك، هتكتبها وراه بشكل جميل وبخط جميل، وفي نفس الوقت كأنك بتلعب لعبة. فهنا المعلم هيقول لك مجموعة ارقام هتكتبها وراه، وكأننا بنلعب لعبة مع بعض، كل ما يقول رقم تكتبه وراه على طول. طب في بارت 2، طب تعالوا نشوف البيج اللي بعد كده، خليكم معايا، ونوصل لبيج 165 او صفحة 165، وهنا lesson 77 part 2، برضو احنا لسه بنكمل lesson 77 بس ده part 2 او الجزء الثاني. فبيقول لنا هنا write two different two digit numbers، يعني ايه؟ اكتب two different two digits number، رقمين مختلفين كل رقم فيهم بيتكون من رقمين. يعني مثلا هنكتب مثلا 24
وهنكتب كمان 36، فاحنا كده كتبنا two different numbers، كل number فيهم بيتكون من two digits، فاحنا كتبنا 24 و 36، تمام؟ فاحنا عملنا اول حاجة هو مطلوبة مننا. تاني حاجة بيقول لنا عندنا ايه؟ compare يعني قارن the numbers الارقام، and draw وارسم. طبعا هنا علامة السمكة مفتوحة الناحية دي، فدي greater than or smaller than or equal in between them، بينهما in between يعني بين الرقمين دول، in between them. فاحنا كتبنا 24 و 36، المفروض ان احنا نعمل بقى comparison بين الرقمين دول، او compare الرقمين دول ببعض ونشوف مين فيهم الgreater than ومين فيهم السمولر than، ولو هما equal ولا مش equal. طبعا احنا عرفنا ازاي نقارن بين رقمين، فطبعا ال 36 شاطرين هي اكبر من ال 24، فهنعمل علامة greater than، والفتحة بتاعت العلامة زي ما عرفنا قبل كده بتبقى موجودة ومتوجهة ناحية الرقم الأكبر أو greater، فنقول 36 is greater than 24. وبكده حلينا المثال ده وفهمنا معناه وعرفنا هو طالب مننا ايه. في الختام أتمنى أن أنتوا تكونوا استفدتم من درس النهاردة. لو أعجبك الفيديو أعمل لايك، والأهم أنك تشارك الدرس ده مع أصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما أن في حد غيرك محتاج المعلومة بجد وهتفرق معاه كتير، وأنت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.